إنه من دواعي سروري أن أكون معكم هذه الليلة لنحتفل معا بهذه المناسبة السعيدة، إذ دأبنا على مشاركة خريجي وخريجات الجامعة العربية المفتوحة فرحتهم في سلطنة عمان وفي مختلف بلادنا العربية، وذلك تتويجا لأعوام جهودهم وعملهم الدؤوب. فهنيئا لكل الخريجين والخريجات هذه الفرحة، وهنيئا لجامعتكم هذا الإنجاز المشرف، وهنيئا لمجتمعاتنا بهذه الكوكبة من الدفعات 8 والـ9 والـ10 من الخريجين والخريجات.